عاشور هذا ايش قصته؟ نحن اليوم اخوي نواف نعيش عصر العولمة. صار الترامادول والترامال اللي موجود في البيع التجاري مو هو الطبي اللي فيها زالة الفواصل بين دول العالم. كل حالة تلاقي فيها مادة شو وذابت الحواجز بين دول العالم. الإدارة العامة هذا شنو؟ لمكافحة المخدرات. بل ومن أهمها مشكلة المخدرات. شنو علاقة المجسم هذا اللي يملكه؟ عمرنا ما وصلنا الوفيات عدد 88 2013. نحن نقول المدخن أقرب إلى الإدمان من الشخص الغير مدخن. سعدتم مساءً أعزائي المشاهدين. في الأسبوع السابق ناقشنا موضوع المخدرات الرقمية بشكل مفصل. تفضل مشكور الزميل المحامي الأستاذ رياض الصانع وسلط الضوء على أبرز نقاط هذا الموضوع وقرر أن هذا النوع من المخدرات الرقمية ما له علاقة بالنوع الاعتيادي. الأمر حقيقة اللي جعلنا نستمر في مناقشة هذه الآفة من جانبها الآخر والمعروف اللي يعني عرفه خبراء الصحة العالمية للمنظمات الدولية أن بمثابة مواد كيميائية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي لجسم البني آدم وبشكل مباشر. ليش؟ نتيجة لتأثيره الهائل على الإدراك والوعي والسلوك وبعد الاعتياد على إدمان هذا النوع من المخدرات والعياذ بالله اللي نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مدمن متعاطي لهذه السموم وينتقم من كل ضعاف النفوس اللي تاجرون في هذا النوع من المخدرات. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا عليهم تفضيلا. كاميراتنا في تلفزيون الرعي صاحبتنا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وأخذنا لكم يعني بعض اللقطات المهمة جدا. ودنا نشوف بداية تقريرنا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وللحديث بقية. أنا أقدر أقول إن أنتوا حصرتوا أنواع مخدرات كلها بهالجنطة؟ تقريباً هي هذه الأنواع المشهورة الأكثر والضبطيات تكون منها يعني. طيب شنو قصة القلم هذا على اعتبار أنك قاعد تتكلم عن تربية ومدارس؟ عقار الإسدي أحياناً إذا وجد يتم برادة الرصاص تخلط وياه عشان يزيد فعالية المخدر وطبعاً هذا يسبب تلف لخلايا المخ طبعا غير ان تخديري تلف خلايا المخ. النتيجه خطيره بالنسبه حق الاشياء حتى المواد المنشطات اللي تشوفها هذه هذه المواد محظوره اذا صرفت من غير المركز او المعهد الصحي. دكتور بصفتك متخصص هل انا اقدر اقول ان المخدر اصلا دواء ولكن اذا استخدم بطريقه مغايره يصبح مخدر ولا لا؟ لا ما نقدر نقول هالعباره. احنا عندنا نوعين نوع المؤثرات العقليه وعندنا المخدرات بأنواعها المصنعة أو الطبيعية والتخليقية. المخدر يختلف أحيانا ما يكون لأي استخدام طبي أي. اللي هو هذا المخدر الممنوع غير مشروع طبعا مثلا لو جينا على مادة الشابو الآيس وهذا حديث الساعة نعم أو الميثامفيتامين. شنو قصة الشابو من وين تيجي شنو قصتها السالفة؟ الشابو لو يعني هذا كان موجود قديما بس الضبطيات كانت مع عمالة آسيوية وكانت غليلة جدا ولا هو معروف لدينا وهو مشهور طبعا في الولايات المتحدة وأوروبا مسمى تسميته المشهورة كريستال ميث وهذا طبعا من أهم خطورته أنه يكسر الأسنان ويعمل مظاهر الشيخوخة المبكرة وطبعا تلف خلايا المخ. المشكلة أن العالم أو الشباب مو واعين شنو مكونات الشبو. شنو أنا شوفه كنا جزازة أو شيء كذي؟ لا الشبو مكوناتها تقريبا 12 مادة 13 مادة منها الأسيتون طلاء الأظافر اللي يزيل طلاء الأظافر منها التولين منها حمض الكبريتيك الفوسفور الأحمر اللي يستخدم في الكبريت. سؤال الحين كل هذا مجتمع بشيء نعم إيه منظفات وغيره يعني هذه المواد كلها تجمع حتى الأمونيا اللامائية اللي تستخدم في الأسمدة الزراعية يتم أيضا تجميعها مع هذه المواد من خلال معادلة كيميائية ما بيتطرق لها حتى لا يكون فيها جانب إرشاد لكن نعم. هي مواد مبيدات حشرية مواد إرسولات منظفات مواد جدا يعني لو إحنا قلنا على الصودا الكاوية هذه يعني أصلا يعني تستخدم في الهيدروكسيد الصوديوم وفي مواد كثيرة تستخدم في بطارية سيارة يعني تسوي تآكل خارجي فما بالك إذا أخذها
ايش يصير عنده؟ يصير عنده تقرحات شديده ويبدا يشقق الجسم. يمكن هذه احد المناظر الموجوده، هذه الصوره تبين ايش كثر شقق الجسم. نتيجة كنتيجه هي اكلت الجسم من الداخل. طبعا المخدرات نتيجتها خطيره، ما بيتكلم عنها ولا هذا محل حديثي، لكن انا عندي سؤال اخر. تعلم ان تجار المخدرات، ما نبي نقول المدمنين لان انا كمحامي اشوف المدمن هذه حاله مرضيه وليس قانونيه، وربي يعينهم ان شاء الله ويشافيهم. تجار المخدرات بداوا ينحنون منحنى اخر، يجيب لك اشياء موجوده اما بالجدول اللي قانونا يجرم، او يقول لك هاي تغليد مو مؤثمه بس تسوي نفس النتيجه. موجوده، مرت عليكم القصه؟ طبعا هم لما لجأوا الموضوع الشبو والايس وكريستال ميث، لان طريقه تحضيره من مواد احنا نسميها تدخل في السلائل الكيميائيه، ومواد تدخل في تصنيع في شغل المصانع، يعني متوفره، متوفره كاستهلاكيه، يعني القصد انك ما تحتاج تربه وتزرع وقصه، نعم. فتجميعها هذا هو اللي يظل يعني الطلاسم اللي يعرفها الشخص الكيميائي اللي يعملها. زي. احنا كتصنيع يعني ان شاء الله نطمئن انه ما في تصنيع، بس الخوف انه تصير جماعات وشغله مختبرات سريه او شغله ممكن، يعني ممكن تكون في احد يعني يلجا للمعادلات الكيميائيه هذه. اي بس في بعض الجرائم شهدت ان اشياء، انا اذكر ما ادري مره عرض علي او نمل علمي ان في اشياء تشابه الحشيش بس هي مو حشيش بس تؤدي لنفس النتيجه. طيب شلون اكتشفها؟ طبعا هي الشغله لازم يعني وعي، اي شيء يقيب العدل او يطلعك بالموت. نعم. يعني او تحس حتى العقاقير، خلنا اضرب مثال لاريكا مثلا. عقار لاريكا يستخدم لالتهاب العصبي الشديد، صح، يساعد استخدامه كدواء، إيه؟ لكن هو يوصف الحالات العصبيه الشديده. فالشخص اللي عنده التهابات العصبيه الشديده هذه يصير فيه خمول، صح، ترامادول او ترامال، وهذا هو عندك يعني الفراوله. الفراوله ايش قصه الفراوله هذه؟ يعني احنا اعطينا له بروشور. لا لا يعني شوف الاسم فراوله، اي يعني هو سموه فراوله عشان اللون الوردي او يظهر يعني، ولا هو وفي منه اللون الابيض بعد يعني. بس يسمى فراوله، يسمى طبعا هذه تسميه شعبيه. لا لا ترامادول او ترامال. العفو بس انا يعني اسف على المقاطعه، هذا البروشور يحصل عليه المجتمع عادي جدا؟ نعم، هذا يوزع في المدارس، في المجمعات التجاريه، يوزع يعني في الجامعات، المعاهد، ايه؟ دائما حتى الطلبه اللي يعملون بحوث وغيره يلجؤ لنا في الدراسات اللي عملها. واضح ان اعداد الدكتور عايد على المدى، والله مليون نعم. نعم. صار الترامادول والترامال اللي موجود في البيع التجاري مو هو الطبي. بدت خطورته انه يعمل نوع من التنشيط فيندرج تحت المخدرات. فيندرج تحت، الان طبعا الكويت حطت هذه الماده من ضمن جدول المؤثرات العقلية. طبعا ما في شيء ولا توصف إلا بمؤثرات عقلية، وإحنا دائما الإدارة تواكب هالأمور هذه دائما وتنشرها وتحاول توعي منها الجمهور. يعني عسى الله إن شاء الله يكافيكم شر اللي شفتوه. بالمناسبة اللي يسمي لي يعني الكريستال وما اعرف شيء ايش واسامي واو وكوك وزقرت لما اتعاطي ترى على فكره الرجل اللي قاعد يتكلم يعني مسي عليه بالخير الدكتور عايد، هذا رجل متخصص. لا تفرح كثير بالتعاطي، العمليه ترى مو كشخه، لان النتائج المترتبه على انك قاعد تتعاطى تسبب لك مصيبه، يعني مو كارثه، مصيبه انت ما تدري ايش قاعد يصير فيك. لذلك اقتضى الأمر أن نروح وننتقل ونسأل الدكتور، مو عشان نوريك شنو طريقة المواد اللي ممكن تتعاطاها، ولا عشان نقول لك ترى في طرق أخرى وبديلة. حتى لما نرجع حق قصة الشبو، يعني شبو هاللي هابين فيه واللي ما بقى أحد ما سولف عنه، يعني متخيلين حشاكم أن من الزبالة والفضلات يصير المادة، من المواد الكيماوية مالت الحشرات والمبيدات الحشرية تشمها وتحطها بجسمك؟ أنا ماني فاهم. يعني اليوم إحنا لما نقول حالة هذا الإنسان المتعاطي حالة مرضية، ترى أنت مريض من جانبين، مريض أنك ما قدرت تحافظ على نفسك، أنت مريض مع صراحتك حق نفسك لأن أنت طعنت نفسك في هذا النوع المخدرات، والمرض الآخر أنك انجرفت بالتالي قمت تتعاطى وبالتالي أصبحت حالة مرضية، ولكن أنت قاعد في دولة فيها قانون، فبالتالي راح تتحاسب على أساس أن هذا الفعل اللي انت ارتكبته يشكل جريمة ومن ثم عقاب، وعقاب شديد جدا. يعني ودنا نتكلم أكثر، وحبنا أن نوعي عيالنا وشبابنا وإخواننا حقيقة، يعني معي ويشرفني حقيقة بالاستديو الأستاذ الدكتور خضر
البارون وهو أستاذ علم النفس في جامعة الكويت. مساك الله بخير دكتور. أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا أيضا بالسادة المشاهدين، وأنا سعيد أن أكون معكم اليوم، وخاصة أن الموضوع حساس جدا، ما في شك، وكل أسرة في الكويت يعني تتمنى أن أولادها تبعد من اللي هو هذه المخدرات، ونحن كذلك. طيب دكتور، لو تكلمنا عن علم النفس معناته حضرتك قاعد تدرسون سلوك البني آدم، عقله، تفكيره، شخصيته، عندكم هدف تبون تعرفون كيف نقدر نتعامل مع هذا الشخص. نعم. إذا كان سواء كان ترى على فكرة يتعاطى مخدرات ولا موضوع آخر. نعم. أنا ودي أعرف متى يمكن أن نقرر أن هذا الشخص لجأ للمخدرات؟ وكيف لجأ وشنو السبيل المؤدي لذلك؟ ودنا تكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل، بس ودنا نستأذنك ناخذ فاصل وبريك قصير ونرجع لكم، لا تبعدون. نعم، متواصلين معاكم فيما يتعلق بالمخدرات. وصلنا يا حضرة الدكتور، متى ممكن الإنسان يلجأ إلى المخدرات؟ نعم. طبعا في البداية لابد أن نصنف المتعاطين. نعم. ما أقول المدمنين، أقول المتعاطين. المتعاطي غير المدمنين؟ طبعا. ها شلون؟ أقول المتعاطي المجرب. هذا بس يجرب، يعني هاك خذ هذه السيجارة، خذ هذه الحبة، شوف هذا، يعني يجرب، عطوني عطوني بهذا الشكل. أيه. يجرب. أوكي. وأكو المتعاطي العرضي. وهذا اللي هو متى ما كان مع مجموعة وشوفه بلاش ورخيص. هذا عرضي، يعني هذا يعني نسميه مجرم صدفة إحنا بالقانون. بالصدفة. أيه. قواك الله، شيء بالصدفة عرضي. أيه. أوكي. متواجد مع الناس وبلاش ورخيص وسهل أن أجيبه، فأنا أتعاطى. إنزين. عندنا المتعاطي المنتظم. لاحظ هذا المنتظم. هذا اللي ياخذ، يعني ياخذ المخدرات على فترات متقاربة أو متباعدة، ما عنده مانع، ما عنده مشكلة، بس منتظم الحبيب. منتظم يعني كأنه دواء. نعم، كأنه دواء عنده الشكل. إيه. 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 لكن لا، الحين ما أدمن ترى، بس هذا يتعاطي بانتظام. لكن قد يكون يعني اليوم ما حصل باكر ما عنده مشكلة، بعد ثلاثة أيام ما عنده مشكلة، بس ياخذ. وعندنا اللي هو ما يسمى المتعاطي القهري، وهذا ألعن واحد فيهم، هذا اللي مو قادر أن يفك نفسه من هذه المراحل المتقدمة كلش. إيه. هذا اللي هو اعتماد كلي، شغله الشاغل في الحياة هو أن يأخذ هذه المخدرات، يعني تقدر، يعني ما عنده شغل ثاني. اي انها ما شيء يتعاطى. بالضبط. انا كانسان لما اشوف واحد مو ما ياخذ كل يوم اسميه مو منتظم، كذي قصدك؟ طبعا اكيد، اذا اذا مو كل يوم هذا مو منتظم، بس هذا ايضا راح يؤدي الى الادمان فيما بعد. بس طبعا على نوع، على فكره يعني لابد ايضا ان ندخل اللي هو نوع المخدر، نوع اللي هو المخدرات، هي نوعها شنو. اكو انواع على طول يعني تصير مدمن عليها. سؤال الحين، هذا اللي مرحله متقدمه الاخير. نعم. هذا مدمن قهري. المفروض يكون طبعا مدمن، هذا اكيد مدمن. طيب أكيد. كيف اقول وصل؟ بس هذا قهري، هذا قهري انه قصبا عليه. ايه. اوكي. الان في اصناف للمدمنين. زين. ايه. اكو المدمن المتحدي، اللي هو يتحدى اهله، يتحدى المجتمع، يتحدى الاخرين. ليش؟ لانه قاعد ينظرون اليه بدونية. بتصغير، انت تافه، انت ما عندك شغل غير المخدرات، روح شوف نفسك، روح كذا كذا، روح هاك. اوكي. فهذا طبعا اللي هو على اساس يقول لهم اني انا باخذ المخدر وفيكم خير، وقفوني عنه. اخ. إيه. شوف لهذا يعني الدرجة. اسلوبهم في كان عناد. اي طبعا، لكل فعل رده فعل. طبعا اكيد بتقول له انت مدمن. نعم. انت كذا. ولذلك احنا بالعلاج دائما لابد ان نقدر، حتى الاهل لابد ان نقدر الشخصيه. نعم. يعني لا نحقر فيه، لان اذا حقرنا فيه راح يزيد. مو حل هذا، مو لا مو حل. لا لا لا، مو حل. التحقير ليس بحل، لكن تاخذ بمفاهيم معينه. نعم. طيب كيف ممكن الاهل يكتشفون انه يعني الاهل ولا ان هذا الشخص متعاطي؟ دير بالكم شلون. وفي في وايد اشياء كثيره. جدا، يعني من اهمها، من اهمها اللي هو على اساس انه هو فقدان الشهيه، يطلع من خشمه سوائل، عينه فيها احمرار لان عدم النوم، ما ينام على فكره، كلها منبهات.
المخدرات يعني. فعنده قصور في النوم. حين هذا المدمن ولا المتعاطي؟ هذا لا، هذا المدمن. يعني طبعا إذا 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 المتعاطي أيضا لا أعراض معينة، وهي طبعا الحاحة وكله مشغول برا، أو يسك عليه الباب. يعني إذا أنا عندي ولد يسك عليه الباب وايد، يعني يطلع يغيب فترة طويلة ويرجع يسك عليه الباب. لا لابد محل شك. لا محل شك. نعم. فقدان الشهية. نعم. يفقد الشهية ما أكل. فأعرف إن هذا ولدي في شيء. يعني معين. فقدان الشهية هذا سبب. طبعًا. نعم. أكيد. طبعًا بالإضافة للعوامل اللي قلت. طبعًا عليها. طبعًا. أنا ودي أفقد الشهية. هي كثيرة عشان لو قلت يا 40 يعني أكثر من 40. بس المهمة اللي أنت قاعد. بس هذا المهم. نعم. يعني الحاح أبي فلوس. يعني يلح أن أبي فلوس. دكتور خلاص لا توهقنا. هذا كله مواصفات عيالنا. الحاح من سد نفسي على الأكل اليوم. عسى ما تقول لدن وراك ماني ماكل. لا احنا لما بنتكلم يعني قصدك لا هذا ما ياكل غير ايه؟ لكن هذا ما عنده شهيه يقول شبعان اه اي لا لا هذا غير هذا المخدرات والعياذ بالله حتى تسد النفس طبعا اي بلا شك اي صدق بلوى لا طبعا تلقى ضعيف جدا وتلقى يعني منذوي يعني بالحاله العكسيه يعني لما يمتن ويشتر ويها معناته تعالج من القصه نقدر نقول مفروض كذي يعني نعم. اذا هو صحي ويها صحي مفروض انه يقول يعني خلاص ماكو شيء لكن طبعاً. اذا تعاطى باستمرار وبالانتظام أكيد بلا شك أنه راح يبين على وجهه نعم. أنه هو يتعاطى خاصة اللي هو على أساس العين تبين وكذلك أنه هو يهذي يقول بأشياء وقصص غير واقعية إذن بداية نعم. الدكتور يقول لنا هذه المواصفات بالنسبة في متعاطين وفي مدمنين وفي تقرير بنعرض لكم يتكلم عن هالقصة ونرجع لكم العقيد عبد المحسن العباسي لو ركزنا على شبه على أساس أن اليوم هو محط أعين الناس صراحة لأنه منتشر بشكل خطير هذا كله يهمنا بس شبه وايد إيش قصة تسولف لنا عنه كإدارة محلية يعني والله شوف أنا بالسابق كلنا نشوفه والحالات اللي فينا أكثرها هروين أكثرها هروين نعم طبعا مع بعض المؤثرات العقلية الحبوب الكبتي ما الكبتي والأمور هذه بس حاليا الحالات اللي قاعدين أغلبها وأكثرها شبو ها فعلاً إيه؟ هذه حقيقة ها صحيح. شنو السبب من التطور الخطير يمكن الناس ما قال الدكتور عملية تصنيعه لا شوف طال عمرك أسباب انتشار الشبو يرجع إلى رخص المادة أول شيء هو رخيص نعم شنو السبب ليش المادة متوفرة يعني وثانياً إدمان عليها بشكل فظيع جداً يعني الله. الشخص إذا يتعاطى الحين جرعة يحتاج إلى زيادة شوي بالجرعة فيرجع لازم يتعاطى المادة هذه مرة ثانية ولازم تكون متوفرة له نعم. يعني شوف عندك رخص المادة الشخص مدمن تغضب الجهاز العصبي على طول إدمانه أعوذ بالله سؤال لو قلت لك إن أمتي سجلت آخر حالة تقدر تقول لي من شوي نعم أمس حقيقة نعم صحيح أمس صدت وحالة أمس هذه صدنا حالة وتمكننا بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهود الإخوان بالإدارة العامة هذا شنو لمكافحة المخدرات من ضبط كمية من مادة الشبو تغدر تقريبا يعني الحين الإدمان لايف على الهواء هذا صدق هذا إيش نعم بهالترتيب هذه مادة الشبو أعوذ بالله مثل ما تشوف تقريبا تغدر كميتها بنص كيلو جرام هذه مادة الحشيش تقريبا كيلو وأيضا هذه حبوب الترامادول الشخص طبعا يزاول لاحظ شيء مهم العقيد عبد المحسن تفضل الآن الحشيش موجود وهذا ميزان التجار ما في التجار نعم أي حتى الكياس تبين أساس يقسم المادة أقدر ألمسهم ولا إيه عادة إيه؟ ما في مشكلة هذا الكياس اللي يحطون فيها نعم يوزع فيها ولاحظ أن بعض الكياس مكتوب عليها 50 و20 هذا مقسم الجرامات واحد لسعر طيب. لا مو سعر هذا الحين كاتب عليه 50 يعني فيه 50 جرام يعني 50 جرام يحمل هالجيز نعم نعم انزين جهز ومعدل لأساس انه انزين من وين جايبينه هذا وشكله غريب يعني كنا كريستال كنا نعم. شلون صار يطلقون على اسم كريستال نعم يطلع عليه اسم الكريستال ويطلق عليه اسم الشبو الثلجي الابيض مسميات عديده للماده الآن لاحظت أن في حشيش وفي غيره بس لازم موجود اللي هو الشبو اللي رخصة واللي كذا نعم. زين أنتوا لما سجلتوا الحالة ولا ضبطتوا زاكم الله خير والله عسى الله يحفظكم إن شاء الله من هالآفة ما عرفتوا كم تنباع أنا كنت أشوف هو طبعا إيه نعم الشخص اللي بيع
يصرف على الحساب، يعني مو شرط يستلم بس يحط انه اطالب فلان هالكثر اطالب لكن فلان. انا بدي اقيم يعني مثلا هذا كم جرام، خلينا نفترض هذا مكتوب عليه 20 كم باع؟ اضرب ال 20 نقول ب 25 20 25 أي. مره؟ اي عشان يبقى. لا 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 ال 20 اي 25 دينار الجرام الواحد ب 25 الجرام الواحد 25 صدق؟ نعم هاي الغالي مو رخيص. نعم ولا هذا رخيص؟ هذا رخيص أعوذ بالله كافينا الشر. وهذه طبعا نفس الطريقة اللي قالنا عنها الدكتورة طريقة استعمالها. نعم. وشنو علاقة اللي هناك الحبوب كل هذه مؤثرات عقلية، حبوب ترامادول. الشخص يبيع مثل ما تشوف عنده كوكتيل من المخدرات المؤثرات العقلية، حبوب ترامادول والمادة الشبو والحشيش. لا ولا لا كل مادة لها مدمن يتعاطاها. زين أنتم كقسم المخدرات أو قسم خلينا نسميكم المكافحة المحلية. نعم. صحيح؟ شنو دوركم فيما يتعلق بهالأمور؟ شنو يتعلق بأمركم؟ احنا طبعا اختصاص الإدارة اللي هي مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور جميع أشكالها، التجار والتعاطي والأمور هذه كلها، بالإضافة إلى وضع استراتيجية، وضع خطط لتطوير العمل بالإدارة ورفع مستوى المرؤوسين بالعمل. نعم أساس أن أي متغيرات أي أمور هذه كلها اللي يكونون على هوة الاستعداد. صح. يعني الآن أنتم من سجلتوا أن فعلا الشباب بدأ يتزايد وبدأ بشكل يومي؟ الشباب بدأ يتزايد واحد ما ينكر صراحة، لأن اللي قاعد نشوفه من مؤشر عندنا إحنا ضبطياتنا والإحالات اللي قاعدتينا من جهات الاختصاص. يعني كل إحالة تلاقي فيها مادة شباب. لا حول ولا قوة إلا بالله، عسى الله يحفظكم ويحفظنا. للحديث بقية مفصلة لأن راسي قام عود ما أنا قادر أتحمل ترى هالأشياء. يلا رب نسأل. أنا اللي ودي أوضحه حقيقة ولفت انتباهي قبل الفاصل، كان يقول الدكتور في مجرم صدفة ومجرم كان قاعد، آسف مو مجرم، شخص متعاطي. كان قاعد يتعاطى وغيره وكذي. للعلم ترى هذا مو تبرير ولا سبب للإباحة، يعني مو تقول والله أنا حالي حال اللي قال عنه الدكتور، كنت قاعد وجربت. المادة 47 و48 وقانون الإجراءات وقانون الجزاء الكويتي أقصد إيش قال؟ قال لك يبقى اللي موجود يعتبر فاعل، وفي شيء اسمه مشارك بالجريمة، في شيء اسمه مساهم. مادة 47 قالت لنا متى يكون فاعل أصلي، 48 متى يكون مساهم بالجريمة. فحبيبي مو لأنك قاعد أنت في مكان يدار للمخدرات فأنت هذا سبب أسباب الإباحة. فقط الدكتور من الناحية العلمية قاعد يشرح لنا عدل الدكتور شنو وضعك. نعم. زين أيضا عندي سؤال. نعم. هل باعتقادك مراحل الطفولة وعدم الارتياح فيها والسلوك للطفل، نعم، يعني خلنا نقول الأم والأبو مبتعدين عن هذا الطفل طبعًا. لما كبر تعاطى ممكن يكون سبب هذا الشيء هالسلوك؟ الواقع أنه شوف أيضا يتأثر بالوراثة ممكن يعني إذا كان أم وأبو أجداده كانوا يتعاطون هذه المخدرات. لا ما يتعاطون لا يعني أقول لك يعني بس خل أوريك أنه حتى بالوراثة ممكن أن ينتقل. أوكي يعني صار عنده جهاز عصبي قابل لأن يدمن. أخ أي نعم بهذا الشكل. فلذلك ان يعني الانسان لا يجرب المخدرات على علشان ان جهازه ترى في استعداد للادمان ينقلع حق ولده. طبعا الله اكبر اكيد هذا بكل تاكيد انه اذا كان اجداده كان اولاده كان امه كان ابوه يتعاطون فعنده جهاز قابل بان يكون فيه ادمان. كذلك الحاله النفسيه الحاله النفسيه للانسان تؤدي طبعا بلا شك تخليه قابليته للإدمان اكثر من الانسان الصحي او اللي هو عايش يعني في نعيم او عايش في اسره سليمه اسره متلاقمه اسره يعني صحيه. يعني قربوا من عيالكم دروا بالكم ترى ممكن يكون سبب للإدمان بالمستقبل. طبعا بلا شك. بس انت قلت لنا معلومه مهمه. اي نعم. يعني هل اللي قاعد يتعاطى الحين او اللي قاعد تتعاطين انت قاعد تاثرين على شخص للحين ما انخلق. طبعا اكيد يعني شوف لأن طبعا المخدرات هي حامل فالمخدرات تروح ايضا. لا انا اقصد ان بالوراثه ينتقل بالوراثه. نعم لا بالوراثه اكيد مثل اللي هو طبعا هذه يعني تاثير جيني يتاثر في اللي هو التخدير وبالتالي ينتقل الى الاجيال يصير عندهم قابليه اكثر. يعني اكو ناس عندهم ترى استعداد للادمان اكثر من الاخرين. عرفت شلون؟ سواء بيولوجيا او شخصيه نفسيه. اوكي يعني مثلا
أو كل أصبوا مضطهدين أو كل ناس يعني مثلا اكتئاب وقسوة ما شرب، لكن ما يدمن. وأكو ناس طبيعة اللي هو الحالات النفسية اللي عندهم تجعلهم أكثر عرضة للإدمان. أنا ما أقول تعاطي، أنا أقول إدمان. أي يعني يصير مدمن أسرع من ذاك الآخر اللي هو حالته النفسية زينة. ولذلك حضرتك قاعد تقول على أساس إن اللي هو التربية في البيت طبعا بلا شك إذا مراحل الطفل يعني من صغره لين يكبر. أي طبعا أكيد يعني وهو جديد لابد أن نختار الأم ونختار الأب أن يكونوا صاحين من الناحية اللي هو النفسية والناحية أيضا اللي هي الإدمانية كتدبير احترازي. طبعا حقيقة أكيد. يعني لازم يعني أنا يتبزوج ولا هي تبزوج مثلا لابد أن أسأل عن نسلة هل هم أصحاب مخدرات ولا لا، هل أحد فيهم تعاطى يعني يكثر بالأسرة. أحد راح يقول لك دكتوري والله متعاطي. لا يعني يسأل طبعا من ناس آخرين. لا احنا نقول الفحص الطبي هذا مال الزواج مثلا ممكن يطلع يا ريت ينضاف فيه. أكيد إيه؟ أكيد أكيد لابد هذا. أقول لك تو دكتور تقول لي عن مثال حقيقة من الناس تسمعه. اي نعم الحالة اللي جت لك قصتها. هذه حالة فعلا واقعية جت لي طبعا أنا قاعد أتكلم معاه عشان أعالجه عن اللي هو إزالة هذا الإدمان منه. فقال لي دكتور شو تقول أنت؟ احنا ناخذ أنقى وأصفى وأحسن المخدرات في العالم. يا سلام يعني تفاخر بهذا الشكل زين. وين تحصل لها؟ شاقوه حطوا لها لنا يم الزبالة تكرم ويكرمون السامعين يم الزبالة وبعدين نتفق وياهم ويقولون لا روح أخذها ناخذ يعطيهم الفلوس وروح ناخذ هذه عند الزبالة. نعم قلت له أنت سلام. تتصور أنك هذا يعني تروح تأخذها بكرة إذا تستمر بهذا التعاطي راح تقول دا أنت طبعا مع احترامي له أنت راح تكون داخل هذه الزبالة. ما في شك أكيد. شنو أنقى ما أنقى بالأخير مخدرات بالضبط نوع لغي ونوع غير وهذه أثارها على النفس الإنسانية وعلى مخ الإنسان وعلى جهاز الإنسان مدمر مدمر. يعني شوف الدول العالم كلها تحارب هذا المخدرات ما في شك. وأنا حقيقة من هذا المنطلق واللي أنت قلته أنا أشكر جميع الجهات والمؤسسات المدنية اليوم في تفاعلها مثل هذا النوع من المواضيع. فعلا ترى احنا قاعد نتكلم فيه مو حبا فيه واحنا مو فقط توعية قاعد نقول لكم هي مو توعية بس يعني مع احترامي اقطع الزقاير دير بالك على لا القصة هني العملية نهايتها موت ما في روح تعال. أكيد على لسان حال المشاهدين بيقول أنا الحين مدمن وبيتعالج بس خايف أصارح نفسي ولا أصارح الدكتور خضر ولا غيره. شنو الحل مع هالرجل؟ طبعا هو أول شيء هو أنه لابد أن تكون له الرغبة في اللي هو إيقاف هذا التعاطي. أني أنا ما بيصير مدمن هو لياني برغبته أستطيع أن أتعامل معه واستلمه ومحد له تمهيد بحبه ورغبته بالحياة. لابد أن أقرس حبه للحياة فيه لأن هذا الطريق راح يؤدي إلى الموت. فأحتحب أن تكون حي وترزق وتتزوج وتنتج وتبدع وتساهم في المجتمع. بلاش هذا يبي له كل شيء لشيء فصارح نفسك بدار. عندنا تقرير هذا التقرير راح يشرح لكم بعض الحالات اللي يستخدمونها ها لتهريب المخدرات أو خاشينها وايد أشياء مهمة. خلونا نشوف هذا التقرير الخاص في مثل هذا النوع من الأمور ونرجع لكم مرة ثانية. عقيد عبد المحسن يعني من يتصور كتاب ميكانيكا سيارات تفتحه تلاقي فيه مخدرات كذي بهالشكل؟ نعم في كذي يسوون كذي الحين؟ نعم هذه طبعا من وسائل تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. يبتكرون العديد من الوسائل هم طبعا سابقيننا بخطوات. اي طبعا هذا ما في شك اعتبارنا لما اي اضبط مثل القضية هذه عنده طريقة ثانية يستخدمها لعملية التهريب. ها بكر. جاهز تعال بسألك على طاري مضبط وغيره. نعم. الآن احنا كمحاميين دائما ما نطعن بعدم صحة إجراءات ضابط الواقع. نعم. جميل. تبي الصج ضابط واقع توه ابو 20 سنة ولا 21 سنة عنده نجمة ما راح يفهم مدى دقة الإجراءات القانونية. أنا أعلم يتعلمون كل الشرطة هو. لا مو بس كل الشرطة. ها. عندنا دورات تدريبية تقام بالإدارة. بتسوون نعم في خاصة بالضباط اللي عندنا والأفراد
ايضا في طلبه الضباط ناخذ لهم دورات تدريبيه قبل التخرج اللي هي نعطيهم ماده التطبيقات العمليه عارفين اي نعم يكون جاهز اذا يتوزع عندنا هنا بالاداره جاهز للميدان وجاهز عمليه المحاضر والمحاضر الامور هذه كلها يسوي محضر ضابط يعرف القصه كلها اي نعطيهم دورات تدريبيه مكثفه في الاجراءات القانونيه لعمليه ضبط قضيه المخدرات او المؤثرات العقليه او الخمور. صدق انا ادري ان تبادر الى الساده المشاهدين اهل المحاميين هم اللي يطلعون المجرمين للعلم ترى الزملاء المحاميين هم يدافعون عن مدى تطبيق القانون في مكانه الصحيح بغض النظر عن الواقع الحديث بقيه ما قصرت يا حبيبي الله يحفظك. السلام عليكم. ما علي سامحونا قاطعناكم. ما شاء الله ساكم الله بالخير شباب يعطيكم العافية. العقيد عبد المحسن ايش قاعد تسوون الحين إذا كان أمر مو سري يعني ممكن البوح فيه في شيء خطير يعني قاعد يصير ولا؟ لا والله إحنا إن شاء الله اليوم عندنا مهمة بالليل إن شاء الله إذا أراد وقاعد نجهز للعملية نعطي الشباب تعليمات. جميل. أساس عملية الضبط والأمور هذه كلها نتفادى الأخطاء اللي احتمال. اثناء عملية الضبط تصير. طيب وشنو علاقة المجسم هذا اللي يملك حق؟ طبعا احنا نشرح حق الاخوان الضباط والاخوان الموجودين بنية الشخص مخشات الشخص في بعض الاحيان وين احتمال يكون خاش المادة المخدرة والامور هذه كلها. ممتاز. وعملية الضبط شلون تم؟ هو بيني وبينك شوف انا يعني اللي لاحظت اكو صورة هنا من الصور اللي هي هذه تحديدا واحد حاط خمور بكل مكان. نعم. طيب انتم ايش دراكم؟ احترامي يعني هل المصدر يقول لكم ترى حاطه مكان فلاني ولا خبرتكم؟ هو شوف تي شغله ساعات في بعض الاحيان اخباريه ان زيد من الناس راح يدش عن طريق المطار او عن طريق منفذ بري او يكون عن طريق البحر مثلا انه عنده ايا كانت ماده مخدره او مؤثرات عقليه او خمور. نعم. ويعطينا الاخباريه وين تكون مثلا المخدرات او المشروبات الروحيه او المؤثرات العقليه. وانتم تتوقعون؟ احنا نعم نبني على هالكلام. وهذه المخشات ممكن في بعض الأحيان لما يقولون إنه جاي من ديرة معينة إحنا نعرف إن الديرة هذه منتشر فيها مادة معينة مصدر عرف شون مورد يعني. مثلا الديرة هذه منتشر فيها مادة الهروين أو مادة الحشيش هني يصير مثل لوبي أيوه على المنطقة اللي جاي منها فيصير فيه تدقيق بعملية التفتيش. اللي أبا وصل لكم أخواني والله العظيم يعني بالله الكريم كلمة حق هذول الناس ربي يعينهم عمل قاعد يؤدونه بشكل محترف انا ما شفت كذي بالادارات الاخرى. شكرا لكم مع تقديري. حياك الله يوفقكم ان شاء الله. وصلنا إلى الحلول أكيد نقول الحين هالقصة اللي عرفتوها والدنيا والدكتور موجود شنو الحلول؟ ببدأ بالحل القانوني ومن ثم الدكتور بيتكلم بالحل النفسي. الحل القانوني على السريع بالمناسبة اليوم إذا عندك واحد في بيتك مدمن ترى تقدر تتكلم معاه بهدوء وتودي مصحة علاجية يمشي الحال. ما حد يقول لك هذا مدمن وده مخفر ونيابة لا لا تقدر تعالجه. الأمر الآخر تقدر تقدم بلاغ للمستشار النائب العام أو إلى نيابة المخدرات شكوى إدمان تقول عندنا فلان ترى مدمن ونبي نعالجه. في هالحالة أيضا ما راح تسجل عليه قضية إدمان راح يحول إلى جهات الاختصاص للعلاج. الدولة متفضلة مشكورة وحاطت لنا أماكن للعلاج. هذا أمر. الأمر الآخر تقدر يا طويل العمر إذا استعصت الحالة معاك تدق على العمليات 112 ترى عندنا واحد في بيتنا من أقرب الناس لنا قاعد يسوي ويفعل وكذا يونك ويأخذونه ما يودون النيابة العامة ويعاقبونه إذا ولي أمره تكلم ممكن يساعدونه للعلاج. هذه الأمور القانونية بدل لا ينصاد ويروح بقضية مخدرات مينيمم 5 سنين راح يأخذ ولا في شيء إنه لا أول قضية تمشي يأخذ براءة امتناع لا لا لا, لا راح تتعاقب. القضاء مشدد جدا من هذا الجانب خوفا على المجتمع. هذا من الجانب القانوني. أما الجانب النفسي يتفضل الدكتور يقول لنا الحل. طبعا إذا كان يعني عند الإنسان
عند الآباء يعني أقصد أنا أنهم عندهم مدمن، فهذا هاجس يعني راح يدمر الأسرة كلها، فلا بد من الانتباه له ولا بد من تعامله بطريقة إنسانية. ترى إذا كان لأن في أكو النوع من الإدمان، إدمان اسمه عنادي يعني عاند فيها يتحدى، نعم أكو إدمان اللي هو اتكالي أو أناني، لأنه يبي يعني تنفذ حاجاته بالسرعة رغم المطلوب. الكل رغم الكل وأكو مستعطف يستعطف واستجذب الناس. طيب شو الحلو يا دكتور؟ أكو ناس عندهم ترى مشكلة عجز جنسي، فلا بد أن أفهم هذا المتعاطي ليش قاعد مبرر؟ طب لا مو مبرر، لكن بس لكن حق العلاج. طيب. فالأبو لا بد أن نعرف على أساس يقول حق اللي هو الأخصائي النفسي، يقول له ترى أنا أعتقد ولدي يتعاطى لأن في عجز كذا كذا. صارحة. طبعًا صارحة فيه عجز. كثير ما يغطي الأم المدمنين لأنهم عنده عجز جنسي، مو قادر يصارح زوجته فيه، مو قادر يصارح المجتمع فيه. نعم. أو أنه والله عنادي، أو أنه مثلا يحاول أن ينسى مشاكل هذا العالم. يعني أنت بداية تقول تنصح الأهالي صارحوا الأخصائي العفو ولا الشخص اللي زين. يعني أنت أول طريقة ودوه لأخصائي اجتماعي. لأن معظمهم يقول لك والله إحنا أسرتنا مترابطة، إحنا أسرتنا دينة، إحنا أسرتنا ما فيها أي شيء، أوكي، ولكن الولد لم مدمن. طيب لابد من إدمان في سبب. قد يكون أنه عنده فراغ، في قد يكون عنده شيء. إذا لابد أن نعرف أول شيء لماذا أدمن هذا الشخص. على فكرة أكثر المدمنين يقولون إحنا عندنا حالة اكتئاب وما نقدر. نعم. ويحرف لك الواقع. طبعاً. جميل. صح. ويقول لك ويتعاطى. بالضبط. هل هذا مبرر؟ لا هذا مو مبرر. ولا شيء أبداً مبرر. أبداً أبداً. شو الحلوية؟ بس أنا اللي أقصد فيه إنه لابد أن نتعامل باحترام. باحترام موجود. إيه. يعني الاحترام موجود إنك ما أصقره ولا قلة. عندك مشكلة يجب حلها. دائما أقول شيء، عندك مشكلة يجب حلها، تيبي حق الأخصائي وعندنا عدة طرق للي هو العلاج. هذا وصل عند الأخصائي. أي طبعا عندنا وصل عند الأخصائي. نعم. عند الطريقة اللي هو العلاج الجماعي لكل واحد يتكلم. موجودة. موجود. أي. على أساس لكل واحد يتكلم عن مشكلته ومناقشات من خلال إدارة اللي هو المعالج. جزاك الله خير. إذن وعندنا أيضا اللي هو السلوكي، أغير العادات السلوكية السيئة إلى عادات سلوكية إيجابية. جميل جميل. إذن كل مؤسسات المجتمع المدني. لا. والدولة قدمت ما بوسعها لعلاجك، لا تبخل على نفسك. دكتورنا العزيز مع تقديرنا لك. أحسنت. شكرا لك وعلى حضورك وعلى هذه المعلومة القيمة، مع تقديرنا لك. أحسنت. أخواني المشاهدين من عندي تصبحون على خير مع تقرير شوفوا فيه اللي يتعاطون المخدرات يكون معاهم بالإضافة للمخدرات إيش. شوفكم أسبوع الجاي ومع السلامة. ديرتنا الكويت عسى الله يحفظها ويسلمها بدت تصرخ وتعاني من خطر هالبلاوي. يعني الحين أنا بسألك سؤال، شنو هالكوكتيل هذا؟ دائما المدمن أو متعاطي المخدرات أو تاجر المخدرات دائما يكون ويا أسلحة، هذه أسلحة بيضة، في أسلحة نارية تكون ويا، ممكن يكون مع أسلحة ما في شك. صح كلامك. ممكن يكون أسلحة نارية لأنه يدري هو في أي وقت متعرض للإلقاء القبض عليه. أي. فهذه كلها وسائل الدفاع يعني. يستخدمها. طبعاً. يستخدمها. طبعاً يعني إذا إحنا ما نيله في نواجه في عنصر مفاجأة ممكن يعني يستخدمها ضدنا يعني. أي طبعاً. أنتم نعم. طبعاً أقول ديتكم عسى الله يعينكم يعني. والله العظيم على اللي إحنا شفناه. نعم. الله يعينكم إن شاء الله. سؤال، اللمبات هاش قصتها؟ اللمبات هذه الله يسلمك الفترة الأخيرة قمنا يعني الناس وايد تسمع عن الشابو والشابو والشابو الشابو صاير مشهور. ايه كأنه يعني الـ 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 هو المخدر الوحيد. هي الفكرة السادة الـ الـ عند المتعاطي السنتين الأخيرين هذول أن الشابو أخف ضرر من المخدرات اللي كان يستخدمها، اللي هي الهيروين والسوائل، الهيروين والحشيش. لا ما عنده سالفة. إيه؟ طبعا هذا مخدر فتاك أكثر. ثاني شيء الشبو، هذه الفكرة السادة عند المتعاطين بدأ ينشرونها يجذبون الشباب الصغار. ها.
الأعمار العشرين، أعمار 18، نعم، حتى الأحداث نفسهم يعني 16 وأقل و15، إحنا نقول مستوى العشرينات ال 21 22 كتجربة، هاي شلون يستخدمونها؟ أكيد إن صار عندك خبرة. طبعًا هذه هذه تعتبر من أدوات التعاطي. هاي خطة. إيه. يعني إحنا حطينا يعني استغلينا هذه الفرصة للأهالي عشان يشوفون يعني لمبة موجودة في غرفة الشاب أو بسيارته أو في ملابسه، يعني هذا مؤشر خطير، هذا الشخص اللي قاعد يتعاطى شبوب. إنزين العقيد محمد، الحين هذا ما نقال أنا ما نجايسه، في أصلاً في بودرة دا مدارة، نعم. يعني سؤال الحين، هذا عرفنا يوزنون فيه ويبيعون، هني شبوب تكلمنا عنه سجاجين ومعرفة. سؤال أنا وايد يعلق انتباهي، هالساطور هذا إيش قصته؟ هذا قلت لك يعني المتعاطي ساطور. عاد يا ساطور ويا في سيوف. السيوف ساطور. اي والله نحصل يا سيف اسطوله شلون شايله، يعني قلت لك عنصر المفاجاه، اذا ما تفاجئه ممكن تعرض للخطر. شفتوا اخواني المشاهدين، الان هذه الاداره، اداره العمليات، اداره المعلومات، المكافحه المحليه الدوليه وغيرها من ادارات كثيره، ترى كل هالادارات في الأبطال اللي قائدينها تحت قيادة حكيمة ورشيدة، ترى كلها لأجل قمع جريمة شخص واحد ممكن يكون تعاطى أو تاجر بالمخدرات. الله يحفظنا وياكم وللحبيب أكثر.